ومهم جدا ان احنا نكتب الذبذبات السلبيه اللي جوانا، يعني ونحرق نكتبها دي ازاي؟ يعني نكتب ايه اللي مضايقنا، ايه اللي عدى علينا وضايقنا، ونبتدي نحرق الورقه بس بره البيت، يعني نحرقها في بلكونه، نحرقها في شارع، نحرقها بره البيت عشان نخلي نهدر الطاقه السلبيه اللي كانت موجوده، نهلكها خالص ونتخلص منها. اوكي. فيبقى احنا نظفنا افكارنا، نظفنا جسمنا، نظفنا البوابات، ونظفنا البيت، ده مهم جدا.